قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة. كما على بالكم اخواتي وش راهو صار الان في اسبانيا، كارثة كبرى تهز إسبانيا بعد عقاب الجزائر لهذا البلد الخائن. نعم نقولها خائن لأنهم طعنوا الجزائر في الظهر وهو الأمر الغير مقبول تماما. أيضا إخوتي الكرام ندير في الفيديوهات هذو باش نرد على جميع واحد قالك بأن الجزائر لم تؤثر أبدا على إسبانيا بتلك القرارات، بمعنى أنه ما تغير ولا شيء وأن الشعب الإسباني راه يعيش حياته بشكل عادي جدا. لكن احنا رانا هنا دائما راح نبينو لكم يا خاوتي الحقيقة وبالأدلة القاطعة. جبت لكم واحد تقرير خاوتي من قناة عربية تتكلم عن ما يحدث للفلاحين الإسبان، راح نشوفوه كيف كيف ونعلقوا عليه كيف كيف. قبل مشاهدة الفيديو خاوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، وما تنساوش خليونا رايكم في التعليقات ودعموا القناة بالانتساب فيها. ما قامت به الجزائر يا خاوتي لم يؤثر فقط على الحكومة الإسبانية ولكنه أثر على الشعب الإسباني، يعني اللي تقاسوا أكثر هو الشعب الإسباني. تصوروا يا إخوتي أن هناك عمال سيتم تسريحهم من المصانع، هناك شركات ستعلن إفلاسها والعديد من الأمور الأخرى. المهم راح نشوفوا الفيديو هذا كيف كيف تقرير القناة، نبدأ خاوتي. صرخة الاستغاثة رفعها أيضا الفلاحون الإسبان ممن كانوا يبيعون قوارب كاملة من لحوم البقر أكم تسمعوا يا خاوتي حتى الفلاحين الإسبانيين الآن راهم يعانيوا، كانوا يبيعوا اللحم إلى كما على بالكم أنه هناك قوارب عديدة كانت جينا من إسبانيا من لحم البقرة. نكملوا خاوتي. الجزائر وجدوا أنفسهم في رحلة بحث عن سوق بديلة لكن بثمن أعلى وخدمة أقل، ما ينذر بدخول القطاع في مرحلة عصيبة في حال تواصل إغلاق الجزائر أبوابها أمام السلع الإسبانية. ديروها مليح في بالكم، الجزائر لن تتراجع ابدا ابدا عن قراراتها، معروف الجزائر. وواحد المسؤول الاسباني قالها لهم خاوتي، قال لهم باللي الجزائر ما راحش ترجع في القرار تاعها لانه كانت عنده قصه مع الجزائريين سابقا خاوتي. نكملوا. كانت الجزائر تنقذ قطاع اللحوم وكانت دافعا جيدا و امساكن يبكي وخاوتي او فلاح اسبانيا ويبكي مسكين راهو في حاله يعاني مسكين ويشكي لهم يفرغ في قلبه. شكون واش داكم تخلطوا في الجزائر؟ نكملوا خاوتي. كانت الجزائر تنقذ قطاع اللحوم وكانت دافعا جيدا وعميلا موثوقا به للغايه. عندما يكون لديك عميل جيد فان الشيء الطبيعي هو معاملته جيدا. سنحاول وضع ولكن انتم ما عاملتوناش جيدا فتحملوا المسؤوليه تاعكم خاوتي. حيواناتنا في بلدان أخرى وهناك سيطلبون منا ثمنا، من سيدفع العواقب؟ خسائر مغامرة سانشيز لا تتوقف هنا، فصناعة الخزف الحيوية في البلاد تواجه تهديدات الكساد. كما راكم تشوفوا خوتي يعني فلاحة يعني صناعة كل هذه الجوانب تاع الإسبان تقاست خوتي، يجي واحد خوتي يقول لك والله ما تأثروا الإسبان بقرارات الجزائر وهي عبارة عن قرارات شكلية فقط ما عندهاش قيمة في الواقع. ولكن راكم تشوفوا اخوتي هذه أمثلة صغيرة جدا مما يحدث الآن في إسبانيا. مع تحذيرات أطلقتها نقابة صناع الخزف إلى أصحاب القرار الدبلوماسي للتحرك سريعا قصد تجنيبهم فقدان سوق تشكل 90 مليون يورو سنويا، بالتزامن مع احتمالات توجه الجزائر نحو إيطاليا لتعويض الواردات الإسبانية من مواد البناء. أم خايفين خاوتي خايفين لجوء الجزائر إلى إيطاليا، يعني تولي تتعامل مع إيطاليا بشكل كبير جدا، يعني تعوض المواد الأولية اللي كانت تجينا من إسبانيا، يعني كارثة حلت بإسبانيا والله غير كارثة وتخلصوها غالية. انتم اللي حبيتوا تخلطوا فينا، هيا تحملوا المسؤولية تاعكم من الاخر، خلطوا فينا فتحملوا المسؤولية تاعكم. هذاك الوزير تاعكم ولا رئيس الحكومة تاعكم بيدرو سانشيز ما جاتوش واعرة كي راح الى المغرب
ودخل ثم ورقاوله شوية واعترف بالحكم الذاتي للمغرب على الصحراء الغربية، يعني ما جاتوش واعرة. كل الجه سهل، وإحنا الجزائريين نقول لكم من هذا المنبر أنه كل الجانا سهل باش نطبقوا هذه القرارات ضد إسبانيا من الأخر. وما تزيدوش تبكيوا علينا وتقولوا لنا كيف قطعتوا لنا العلاقات وقطعتوا لنا الاقتصاد تاعنا وما على باليش وحبستوا لنا الشركات، لانه انتم السباقون، انتم اللي ما درتوش حسابكم واش قادره دير الجزائر، فبالتالي تحملوا كل مسؤولياتكم. على كل حال انتم كي بيدرو سانشيز دار هذيك الخطوه ما خرجتوش وقلتوا له لا ما ديرهاش راك غلط، خليتوه دارها براحته. هذيك هي، إما للجزائر تدير ثاني القرارات تاعها براحتها، واحد ما يتدخل فيها. وراهي صارية بلبلة كبيرة خوتي في إسبانيا في هذه الآونة، كل القنوات الإسبانية تتكلم عن نفس الشيء واللي هي عقوبات الجزائر. قالك كيفاه هذه دولة إفريقية، دولة من العالم الثالث، تعاقب الاتحاد الأوروبي. ليكن بعلمكم أن الجزائر هي الدولة الوحيدة من العالم الثالث أو دول إفريقيا تقوم بمعاقبة الاتحاد الأوروبي وتفرض عليه عقوبات صارمة خاوتي، وقامت حتى بتعليق اتفاقيات يعني بدون أي خوف، يعني أنا نلغي تلك الاتفاقيات وديروا وش حبيتوا. اشكيوا للاتحاد الأوروبي، وهو ما حدث بالطبع خاوتي. إسبانيا لجأت إلى الاتحاد الأوروبي كشغل حابة تكبر الأزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يعني تخلق أزمة، ولكنها فشلت لأن عديد الدول عندها مصالح في الجزائر. فمثلا ألمانيا ما عندهاش بزاف، واحد نهارين قامت بتوقيع معاهدة واتفاقية جديدة مع الجزائر للتعاون أكثر فأكثر، خصوصا في المجال الثقافي ومجالات الطاقة بمختلفها. باش تفهموا يا خاوتي أنه الآن إسبانيا راهي في مأزق حقيقي، يعني ما لقاتش حتى دولة موالية لها ولا تساندها إلا إخوتي الكرام بين شكون المخزن المغربي يا خاوتي، والتي تساندها فقط بالتصفيق والتشجيع من بعيد. لأنه كما قال لهم واحد الإسباني، قال لهم خسرتوا لنا الجزائر من أجل دولة لا تملك شيء، من أجل دولة فقيرة، من أجل دولة راهي تعاني، هكذا قالها لهم مسؤول إسباني يا خاوتي. حقيقة أنه تشوف بلادك كما هكذا وتقوم بإصدار قرارات، يعني والله غير تفرح يا خاوتي، حاجة مليحة بزاف، ونقولوها ونعودوها. الجزائري ما يقبلش الذل، عمره ما يقبل الذل والخيانة. نقطة عد إلى السطر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي في فيديوهات قادمة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.